من استوديو صيف البحرين صحب نصبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة نهاية الأسبوع. حلقة الخميس عادة تكون خفيفة صباح الخميس الونيس إيمان. هلا والله صباح الخير. الخميس خميس لكن يعني ما أشوف لا متحمسة ترى متحمسة بس مريضة شوي إيه بس ترى ما فيني كورونا الحمد لله. أكيد أصبح على كل مشاهدينا في هذه الساعة الصباحية راح نقضيها وراح نسلط الضوء على مواضيع مختلفة وين ما كنتوا وتتابعونا أكيد في هذه الساعة. شنو عندك خبر اليوم يقولون حمد؟ إيمان كم مرة يصيدك موقف أن تشوفين واحد لابس كمام بس ما تعرف شكله هذي هو مو هو وايد والله وايد صح إيه حتى لما دش حتى هني في الاستوديو دش يعني دش ما تعرف هاي مين هاي المخرج هذي مين هذي مين فبلجيكي سوى فكرة أنه هو يطبع باقي الوي في الكمام عشان شنو تلبس الكمام تويه كامل. والله فكرة يعني فكرة يعني يصير الوي كامل اي يعني ما يتحرك الوي نفس الصورة تشوف شلون الصورة يعني هو يرسم ولا يطبع يطبع على الكمام فوي هيك يصير عيل انا بخليه يطبع لي اللي دائما وجهي مبتسم يعني عرفت. والله فكره حلوه وجديده ويعني مثل ما تقولين طريفه شوي. والمخرج قبل شوي يقول عشان ما حد يقول وايد زين يقول انا نسيت اشكالكم يعني اكيد يعني اتوقع الافكار قاعده تطلع في هالفتره صح. كل يوم قاعد اشوف موهبه جديده بخصوص الكمام وشفت البنات الميك اب ارتست قاموا يحطون الميك اب على الكمام اهم شيء كشختهم فيلا خبر حلو جميل مع اول فقراتنا ايمان بما ان ما شاء الله فريق العمل مالنا يا فنانين يا رياضيين يعني من مصورين المخرج مالنا لاعب بايسبس قبل اي شفت شلون خايف على المكسر انا فمن كذي اول اقرا عندنا خالد بستقي نشوف التمارين معاه للويكند شوف صباحكم الله بالخير اليوم بنسوي 5 تمارين بتهدف حق تقوية الكور عندك عضلات الجذع او منطقة الجذع عادة شنو نقول احنا في الجيم بسوي تمرين بطن بودش كلاس بطن بس هو تمارين حق الكور الكور مالك جزء مهم في جسمك اول سؤال او دائما لان احد يقول شو يقول الجيم انا هدفي ابي بطني يصير سيدة ابي بطني يروح ابي كل يوم اسوي تمارين بطن ترى تمارين البطن ما بتودي الكارشة دي الأكل أولاً وأنك تنوع في تمارينك وايد في ناس فاهمين الموضوع غلط أنت اللي تسوي تمارين بطن إيش قاعد تسوي نفس أي عضلة ثانية قاعد تقوي العضلات دي ففي ناس يعني وزنهم فوق ما شاء الله ولكن الكور عندهم عضلاتهم عندهم عضلات الجذع دي قوية لو تشوفوا مثلاً سترونج مان تشوفوه مش كبر ولكن قوي شنو لك اشياء ثقيله هاي معناته الكور مالهم قوي المهم ما بنتعمق وايد عشان ما تمللون مني خلينا نبتدي عندنا 5 تمارين زين بنسوي كل تمرين بعض التمارين فيها تكرار 15 ل 20 وبعض التمارين بنيود بالوقت بالثواني مثل البلانك حلو التمرين الاولي عندنا الماونتن كلايمر بتسوي لي 20 ماونتن كلايمر طبعا دخلت لكم الماونتن كلايمر عشان ندخل عامل الكارديو في التمرين بعد بتجيني في بوش اب بوزيشن يدك تحت كتفك شنو بتسوي الضغط ظهرك سيده وبتركض وانت قاعد مكانك حلو ابى اشوف ركبك يروحون صوب الالبو عندك فتروح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لما تخلص 20 على طول ما بتريح سيده بتجيني على ظهرك بتسوي لي كرانشز اوكي في الكرانش اهم شيء يدك ما تود راسك من ورا لان نود راسنا ننسى روحنا ونقدر ايش نسوي نحرك رقبتنا بس ابي يدك هني مو تحت راسك وركز انك انت قاعد ترفع كتفك عن الارض 1 2 لاحظ كتفي يرتفع 3 4 شو اسوي قاعد احرك صدري صوب القفص الصدري عندي اخلص 15 ل 20 على طول مريح ريليني ويا بعض اسوي سيت اب بعد 15 ل 20 1 2 3 4 5 هاي التمرين الثالث خلصنا على طول باي بلانك اول 45 ثانية 30 ل 45 ثانية من اتعب نزل ركبك تحت شوي تنفس واطلع فوق مرة ثانية
هذه اربع تمارين. اخر تمرين ايش بتسوي لي؟ التمرين الخامس على ظهرك مره ثانيه، ارفع كتفك فوق. واحد اثنين، ايش قاعد اسوي؟ هيل ريتش، اوصل حق الكعب مالي. خواصر، عضلات الجانبيه. اخلص 20. اكيد نشكر المدرب خالد بسقي على هذه التمارين الصباحيه الخفيفه اللي نقدر نسويها كلنا في البيت. طبعا مشاهدينا، الصحه والعداله هما وجهان لعمله واحده لما يتعلق الموضوع بالتصدي لمشكله المخدرات، وفي اليوم العالمي اللي اقرته منظمه الامم المتحده لمكافحه اساءه استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، تبذل مملكة البحرين والجهات المختصة فيها جهود توعوية جبارة لمحاربة هذه الآفة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة ملازم أول أحمد علي شويطر، ضابط بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. صباحك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك. صباح الخير. أول شيء يمكن أول سؤالنا بنقوله اللي هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هي فرصة لمواجهة آفة المخدرات، لكن احنا في الظروف الحاليه اللي موجوده ونمر عليها في بما ان كورونا موجود، شلون تحتفل اداره المخدرات بهذا اليوم؟ اول شيء شكرا على استضافتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجهود من معالي وزير سيدي معالي وزير الداخليه على الحرص لمكافحه المخدرات، بمتابعه حثيثه من سيدي معالي رئيس الامن العام بالتصدي لهذه الافه اللي تنهك المجتمع. طبعا بدعم منهم لا محدود، اللي وصلنا لهذه المستوى الحمد لله رب العالمين. طبعا في السابق في قبل الكورونا كنا نقدر احنا ان مثلا نحتفل بالمؤتمرات والمناسبات الثانيه اللي كانت يعني بدون التباعد الاجتماعي، صح؟ ولكن في هذه الوقت خبرك التباعد الاجتماعي والامور اللي ما نقدر نسويها، فارتأت اللجنه التحضيريه برئاسه سيدي العميد عبد العزيز معيوف الرماحي، جهه تحيه، مدير الاداره العامه للمباحث والادله الجنائيه، على يعني يحطون افكار جديده للظروف اللي نمر عليها الحين احنا. طبعا اول فكره بتكون في ندوه راح تكون اعلاميه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مكتب المخدرات والجريمه المكتب الامم المتحده. طبعا راح تكون الرابط راح ينعلن عنه في التواصل الاجتماعي. نعم. في مواقع وزارة الداخلية، وان شاء الله باذن الله يعني التحدث عن اضرار المخدرات. نعم. في شيء ثاني اللي هي المسابقة الإذاعية اللي راح تكون في إذاعة البحرين. نعم. من تاريخ 28/6 لتاريخ 2/7، وللتحدث اكثر عنها راح ان شاء الله باذن الله يعني نبي نشجع الناس ان يشاركون فيها في جوائز عينيه ان شاء الله راح تكون فيها من الساعه 5 للساعه 6 مساء. وفي طبعا الاعلانات والبوستات الثانيه راح تنزل منصات الاعلاميه لوزاره الداخليه. جميل. اي نعم. يعني مثل ما نعرف ان تمكنت اداره مكافحه المخدرات يعني في العديد من الانجازات اللي حققتها في هذا الجانب خلال هذه السنوات، يعني ما شاء الله تشوف جهود جباره ومبذوله من هذا القسم وهذه الاداره، لكن لو بنتكلم عن هذه الانجازات وابرزها معك. طبعا في البدايه هذه الجهود والمستوى اللي وصلت له الاداره العامه للباحث الادله الجنائيه مبنيه على جهود كانت سابقه. نعم. بمتابعه حثيثه من سيدي رئيس الامن العام ومعالي وزير الداخليه. الاداره العامه للباحث الادله الجنائيه او بالتحديد اداره مكافحه المخدرات مبنيه على محورين اساسيين. نعم. اللي هو خفض العرض وخفض الطلب. خفض العرض اللي هو احنا شلون نقدر ان يعني نكافح المخدرات من او تهريب المخدرات. نعم. من خارج المملكه، وبالان المستوى الداخلي ان احنا شلون نقدر نكافح المخدرات داخل مملكه البحرين عن طريق القبض على المجرمين على الجنا. نعم. هاي بالنسبه عن خفض العرض. بالنسبه عن خفض الطلب اللي هو احنا شلون نقدر نوصل رساله ان المخدرات آفت فعلا تنهك المجتمع. نعم. فمن خلال التوعيه والارشاد والتوجيه فيكون هذه ان شاء الله نحقق فيه خفض الطلب. يعني بالنسبه عن الاحصائيات الحمد لله رب العالمين اتت ثمارها في خلال هالفتره. ففي عام 2019 الحمد لله رب العالمين نزل المؤشر الى 1547 قضيه، وفي الربع الاول من العام الحالي كانت تقريبا حول 305 قضايا
وهذه المؤشر يدل على وعي الناس على آفة المخدرات. اكيد بهذه من قبل يعني الارشادات اللي قاعد توجهونها اكيد والنصايح اللي قاعد تقدمونها في كل مكان. صحيح. طبعا يمكن خلينا نتكلم عن موضوع الاعراض اللي تطلع على المدمن، شلون يعني نعرفها، يمكن يعني تفهم المشاهدين يمكن انه يعني شلون الاعراض اللي تطلع، وثاني شيء دوركم لاصلاح هاي المدمنين للاحسن عشان يكونون يعني مستقبلا ممكن يعني يكونون في المجتمع. صحيح. بالنسبه عن الاعراض، طبعا الاعراض وايد، ولكن اقدر اختصرها لك في ثلاث جوانب، جانب نفسي وجانب صحي وجانب اجتماعي. نعم. بالنسبه عن الجانب النفسي راح تظهر علامات جديده على المدمن او على متعاطي المواد المخدره، مثلا القلق، التوتر، الاكتئاب، الخوف اللامحدود او الخوف يعني المستمر. اي نعم، هذا بالنسبه عن الجانب النفسي. بالنسبه عن الجانب الصحي، قله الاكل، اضطراب في النوم، قد بعض الاحيان ظهور علامات جديده على جسم المتعاطي بحكم انه يمارس شيء يعني مخالف. في نفس الوقت نقدر نتكلم عن الجانب الاجتماعي، تغيير الاصحاب، العزله، الابتعاد عن الاجتماعات العائليه والمناسبات، التغيب، وتغيير الاصدقاء. هذه نقطه وايد مهمه، اذا كان الشخص ماشي يعني طول الفتره انه مع ماشي اصدقاء معينين. بالضبط. صح. مره واحده شفته تغير، معناته هني تنحط علامه استفهام انه فعلا قد تكون في شيء يثير الشك والريبه. يعني ما شاء الله جهود كبيره قاعد تقدمونها يمكن في كل المجالات، لكن اكيد عندك كلمه اخيره ودك تقدمها في هذا الموضوع وتخبرها ايضا للمشاهدين. والله كلمه اخيره اوجهها حق يعني عندي رسالتين. تفضل. رساله حق المدمن او المتعاطي ورساله حق ولي الامر. الرساله اللي اوجهها حق ولي الامر، في البدايه احنا ننظر للشخص المتعاطي هاي المواد المخدره شخص مريض ومبتلى، فلازم ان احنا نساعد من هذه المرض اللي هو فيه، فلا نفقد الامل ولا نأيس، بالعكس احنا نقدر ان نيود يده ونقول له تعال، اذا احنا ما قدرنا يعني كعائله ما قدرنا نقدر نوصل للجهات المختصه. صح. هذه بالنسبه عن اولياء الامور. اولياء الامور. بالنسبه عن الشخص المتعاطي، ف يعني انا ما ابي اخرع او اخوف، لا. اسال روحك سؤال واحد، لوين بيوصلك هذه الطريق؟ إذا كان بتكون نهايته فاشلة أو حزينة، وفي نفس الوقت لو أنا استمريت راح تجيني هاي الخوف والتوتر والقلق، الأعراض راح تطلع علي. فأوجه الرسالة لهذه الأشخاص اللي يستعملون هذه المواد، بالعكس حط يدك في يدنا، إحنا نقدر نحن نساعدك ونقدر نحن نوقف وياك، وبالعكس عندنا اللي هو قانون المخدرات رقم 15 لسنة 2007 وبالتحديد مادة 42، إذا تقدم المذكور أو تقدم الشخص أو حتى أعضاء الدرجة الرابعة من هلا، نعم، فما تقام الدعوى الجنائية. نعم. إذا هو راح يعني قال أنا عالجوني بنفسه، بالعكس ما تقام الدعوى الجنائية، وبالعكس يعني الحمد لله رب العالمين في نوفمبر 2018 انطلق برنامج تعافي اللي هو بالإدارة العامة للباحث الأدلة الجنائية، وتخرجوا من الناس والحمد لله رب العالمين، يعني نقدر نقول أن قاموا ما يتعاطون هذه المواد. جميل. بالعكس والله لا تعين الشيطان على صح على نفسك، بالعكس والله احنا ودنا نساعدك، وعندنا اللي هو الخط الساخن اذا ممكن تواصلوا ويانا عليه. اكيد هو بيظهر الحين على الشاشه. صح. خط الساخن بيكون 177-155-79 ونستقبل جميع الحالات. جميل. يعطيكم الصحه والعافيه الملازم اول احمد علي شويطر، شكرا لكم وعلى جهودكم الجباره الكبيره. يعطيكم العافيه. الف عافيه. الله يعافيك. مشاهدينا بعد الفاصل حب الشباب وطرق التخلص منه مع الدكتور صباح الاحمد، لا تروحون بعيد. أغلبنا عانى في فترة من فترات حياته من مشكلة حب الشباب اللي تسبب حرج للبعض، خاصة لما تكون في أماكن بارزة في الوجه. والتفاصيل أكثر حول العوامل المؤدية لظهور هذه البثور المزعجة وكيفية التخلص منها ينضم معانا في الاستوديو الأستاذ صباح الأحمد، أخصائي أمراض جلدية والباطنية. صباح الخير، رحب فيك اليوم. صباح النور.
ومشكورين على الاستضافة، وسعيد أن أكون وياكم اليوم. وإحنا سعيدين أكيد أكثر معك دكتور، واليوم بنتكلم عن موضوع مهم، يمكن يعني إحنا كلنا عانينا منه أو في البعض للحين ما زال يعاني منه، اللي هو حب الشباب. لكن في البداية دكتور ودنا نسأل، شنو هي العوامل اللي تسبب ظهور حب الشباب؟ أول شيء لازم نفهم شلون يعني يتكون حب الشباب. هو بسبب انسداد المسام، بسبب زيادة في الإفرازات الدهنية من الغدد الدهنية اللي موجودة تحت الجلد. نعم. فتنسد هذه الحبة وتكون لنا لحبوب الشباب. طبعاً في أسباب وايد، أهم هاي الأسباب وأكثرها اللي أنا قاعد أشوفها الوراثة. يعني عادة يمكن حتى لما أسأل المرضى يقولون لي مثلاً، أقول لهم مثلاً هل الوالد الوالدة أو إخوانكم فيهم مثلاً حب شباب، يقولون لي مثلاً لا الوالد والوالدة ما فيهم، بس تلاقين الوالد والوالدة فيهم اللي هو الحفر، فيهم التصبغات. نعم بالضبط. فعادة العامل الوراثي وايد قوي، يكون يلعب دور وايد. في أسباب وفي عوامل. من السبب الثاني تغيير في الهرمونات، مثل ما نشوف إنه يعني لما يكون الشخص يبدأ يبلغ تتغير هرموناته، فيتكون عنده حب الشباب. شيء ثاني بعد الهرمونات عند خصوصا النساء، يعني لما تلاقين مثلا واحدة تلاقينها بوزن عالي، عندها زيادة في الشعر، تلاقين عندها حبوب، احنا نفكر انه ممكن يكون بسبب التغيير في الهرمونات وبسبب التكيسات في المبايض، فهاي لازم نفحصها. فهاي بعض الأسباب. في عوامل ثانية اللي هي ممكن ان هي تزيد من حبس الشباب، منها اول شيء حق البنات الميك اب او الكريمات، هذه دائما يعني نعاني منه وايد وايد. وطبعا لازم يعني في اختيار الميك اب يكون بطريقه صحيحه. وشيء ثاني اللي هو بعض المشتقات الاكل ممكن تسبب هذه المشاكل. ممكن الجو دكتور يلعب دور ولا ما له علاقه؟ الجو وايد يلعب دور، خصوصا الحراره والتعرق تسبب انه يسبب زياده في انسداد هاي المسام وزياده في افراز الدهون، فتسبب لك الحبوب. دكتور كلمني مثلا عن درجات حب الشباب، ممكن يكون خفيف، هل يعني ايش قد في درجات له؟ اي طبعا لحد الحين ما في يعني تقسيم واضح حق اللي هو درجات شده حبوب الشباب. انا كنت مجهز فيديو او صور. اي جاهزين اكمل الصور. اي هاي مسامحه الصور الثانيه، الصوره رقم الثانيه رقم واحد. انت تقصد الصوره الثانيه صح؟ اي الصوره الثانيه اللي هي اول واحده الحين بتطلع على الشاشه هذه هي. اي نعم. طبعا هاي نعتبرها درجه خفيفه. اللي هو يكون في حبوب بيضاء وحبوب سوداء. يعني مثلا هاي نفس هذه النوع. هاي شنو يصير ان المسام تنسد تسبب لك حبوب، والحبوب تكون بيضاء. لما تطلع على السطح تتاكسد وتصير حبوب سوداء، يتغير اللون وتصير حبوب سوداء. يعني في درجات ويعتمد. نعم. هاي الدرجة الثانية تكون الثانية الصورة الثانية. أوكي. على ما يجهزونها. إيه نعم. هاي لا رقم اثنين. رقم اثنين من القسم الثاني أتوقع تقصد دكتور. يعني في درجات مختلفة ويعتمد حتى على اللون. نعم وحتى العلاج يختلف من شيء لثاني وعلى حسب الدرجة الموجودة. هاي اللي تقصدها؟ لا يقصد رقم بعد اثنين الثانية. على ما يجهزون الصور. فيعني الدرجه بتكون شوي اعلى، بتبدي الحبوب ان هي تلتهب وتصير حمراء. فمن نشوفها حمراء معناته انه صار التهاب بكتيري. فهذه العلاج يختلف، محتاج علاجات ثانيه. الدرجه الثالثه اللي هي كلش قويه هي اللي ممكن تسبب لك ندب، بتسبب لك تصبغات اكثر وتتم اكثر. وطبعا هذه في هاي الحاله لازم يكون العلاج كلش شديد لها وسريع، لان اكيد بيسبب لنا وايد مشاكل في البشره. حلو. اتكلم عن يمكن نوع الاطعمه، تكلم هو عن نوع الاطعمه دكتور. شنو نوع الاطعمه اللي ممكن تسبب حب الشباب، وهل تختلف من شخص لشخص؟ ممكن انت تاكل شيء انا يصيدني وانت ما يصيد. هو قبل كانوا ما يدرون اذا كان الاطعمه صح ان هي تسوي حب شباب، بس حاليا اكتشفوا ان مثلا الحليب وخصوصا الحليب اللي يكون قليل الدسم او منزوع الدسم، هذا يسبب اكثر حب شباب، انه هو يزيد انزيمات في الجسم تزيد من اللي هو تهيج الحب الشباب.
شيء ثاني اللي هو السكر لما ناكل الشوكولات والحلويات وغيرها. الحين انا بقول لك عن الشوكولات، السكر اللي هو هاي شوجر اندكس يكون سكر عالي، مثل الاكلات العاليه البقلاوه الاشياء اللي فيها سكر عالي هذا ممكن سبب حب شباب. الشوكولات يعني شافوا هل الشوكولات صدق يسوي، فطلع لا الشوكولات ما يسوي، لكن الحليب والسكر اللي داخل الشوكولات هو اللي قاعد يسوي هذه المشكله. احنا عشان كذي دائما واحنا يمكن صغار يقولون لا تاكلون شوكولات، لا تاكلون شوكولات، اي بسبب الحليب والسكر العالي اللي يكون فيه. حلو دكتور، اكيد في اعراض جانبيه ممكن تطلع على البشره لما يكون في شده يمكن في حب الشباب، فشنو هذه الاعراض؟ انت تفضلت وذكرت قبل شوي قلت يمكن لازم يكون في تدخل سريع من قبل الطبيب عشان يعالج، عشان ما يكون موجود على الوجه وما يعلم يمكن على طول. فشنو هي الاعراض اللي ممكن تطلع؟ اي الاعراض اول شيء البقع، وطبعا يعني هذه كلش مشكله عوده، اي وخصوصا عند البنات عند يعني البنات. ممكن اي وشيء ثاني طبعا عندنا ثلاث اعراض مهمه اللي هي البقع، وثاني شيء الحفر، وثالث شيء الندبات اللي هي اقل شيء. طبعا التدخل بعدين بيكون يعني خصوصا في الحفر، احنا نحاول ان احنا نمنع هذه الاثار لان بتسبب لنا وايد مشاكل وعلاجات وايد طويله وخصوصا تجميليه حتى مع الندب يعني. وعلى حسب الحاله يتم العلاج، على حسب الحاله يتم العلاج بالضبط. دكتور يمكن في صوره جهزها لنا فريق الهاديه، هاي الصوره اللي كنت تقصدها دكتور مساء؟ لا هاي الصوره عباره عن الندب اللي ممكن ان هي تستوي في هاي الحاله. طبعا او عشان يعني نقول في الحاله البسيطه او في بدايه كعلاج يعني حق حب الشباب اللي هو الصوره الاولى اللي احنا شفناها اللي هو مثلا يكون في رؤوس بيضاء وسوداء، اهم شيء في البدايه اهم شيء هو الصابون. الصابون اللي نستعمله والغسول لازم نختار غسول وصابون مناسب، وثانيا حتى نشوف التاريخ المرضي حق المريض، وثالث شيء اللي هو مثلا حق البنات الميك اب لازم يختارون انواع اللي مكتوب عليها مثلا اويل فري او نون كوميدينوجينيك اللي هو يعني ما يكون مضاد للحبوب او يعني ما يطلع الحبوب. دكتور لكن بالنسبه حق البنات انا يعني لانه يهمني ذي الموضوع، بالنسبه حق البنات بالنسبه حق المكياج، اذا انا حطيت كريمات قبل المكياج هل ممكن بعد ان تطلع على البشره حب الشباب، ولا يعتبر هاي نوع من الحمايه؟ اي لا ممكن 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 انه يطلع حب شباب حتى لو حطيت كريم وحافظت على بشرتي قبل المكياج. اي وهو بعد بين بنت وبنت يعني يختلف بالضبط، يعني ممكن انت تستعملين هاي الكريم ما يسبب لك حب شباب، وشخص ثاني ممكن يسبب له حب شباب، يصير نفس الحساسيه وممكن انه هو يزيد في الافرازات او انه هو يسد المسام. صحيح. دكتور خلينا نتكلم يمكن عن طرق العلاج يعني طرق العلاج الشباب. في مثل ما شفنا في حاله خفيفه متوسطه وشديده. الحاله الخفيفه عاده يعني نبدا بالغسول وايد مهم، ثاني شيء نستعمل اللي هو حتى الغسول ممكن الافضل انه يحتوي على ساليسيليك اسيد او ممكن حتى الصابون اللي يحتوي على الكبريت. شيء ثاني اللي هو الكريمات اللي هو مشتقات فيتامين ألف وايد مهمة حق التقشير، خصوصا أنه تساعد يعني أنه ما تنسد هذه المسام. ثالث هاي حق الحالة الخفيفة البسيطة. حق الحالات المتوسطة لأن نشوف أن الحبوب التهبت بنحتاج أن ندخل في مضاد حيوي. أوكي طبعا ممكن أن يكون مضاد عن طريق كريمات أو لوشن، او ممكن نروح لشيء اعلى اللي هو الحبوب. اوكي طبعا الحبوب من مشتقات التتراسايكلين والدوكسيسايكلين والمينوسايكلين. الحالات الشديده طبعا لازم نتدخل بسرعه، وطبعا اللي هو الايزوتريتينوين هو العلاج السحري اللي كل واحد يدور عليه اللي هو يبي سريع. طبعا وايد مهم ليش؟ لان يعني ممكن هاي الحالات تسبب اللي هو مثل ما خبرتكم اللي هو الحفر والندبات، هذه وايد مشكله. صح لان اذا خلاص من يتحول حب الشباب للحفر والندبات يصير يمكن عمليه العلاج تصير صعبة. بالنسبه حق الدكتور وبالنسبه ايضا حق المريض. يعني دكتور احنا استفدنا صراحه بتواجدك وحضورك، يعني اعطيتنا معلومات قيمه بخصوص حب الشباب، وان شاء الله المشاهدين يكونون بعد استفاده ويانا. نشكر تواجدك وحضورك. شكرا لك. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. مشاهدينا الاطفال لهم عالمهم الخاص اللي يصعب على الكبار اقتحامه، وتعد القصص والحكايات مفتاحا لدخول هذا العالم الساحر، فاغلب الاطفال يحبون الاستماع الى القصص ويتطلعون لمعرفه المزيد عن ابطال القصه ويتاثرون فيهم
ويحاولون تقليدهم. أكيد حمد، إحنا بدورنا اليوم في برنامج صيف البحرين خصصنا لهم فقرة كل خميس راح يكونون على موعد مع الكاتبة وراوية قصص الأطفال ندى الفردان. خلونا نشوف شنو قصتنا لليوم وراجعين لكم. السلام عليكم أطفال الحلوين، معكم ماما ندى. كل أسبوع راح أقص عليكم قصة تسليكم وتنميكم. اليوم قصتنا هي فارس في زمن الغوص. زمن الغوص هذا الزمن القديم اللي كان فيه أجدادنا يغوصون بحثاً عن اللؤلؤ. لكن شو اللي خلى فارس يرجع لهذا الزمن؟ وشنو الأشياء اللي تعلمها؟ خلونا نبدي. مرحباً يا أصدقائي، أنا اسمي فارس وسأخبركم اليوم عن مغامرتي مع ديوان الجميلة. فتاة؟ لا، هي ليست فتاة، اسمعوا حكايتي لتعرفوا من هي. بالأمس تلألأ منزلنا بأنوار الزينة وعلت أصوات الزغاريد والتحفت جدرانها العارية بالأوشحة البراقة وأضفت الرمانات الزجاجية الملونة مزيداً من البهجة في أرجائه المعطرة بالعود والبخور. جلست خالتي العزيزة خديجة بثوب النشل الأخضر الجميل والمطرز بالخيوط الذهبية كما الملكة، ومن حولها النسوة يقمن بمهام تزيينها بنقش الحناء ولبس الذهب لتبدو في أجمل حلة في حفل جلوتها. أما أنا فارس الفرسان فكان علي أن أقوم بالمهمة الأهم والأكبر والأعظم، أو على الأقل هكذا أخبرتني والدتي حينما سألتها عن مهمتي وسط كل هؤلاء النسوة. مهمتك مميزة يا فارس، وهي أن تقدم لخالتك هدية زواجها نيابة عنا جميعا، تلك الهدية الثمينة التي حفظتها لها ورثا عن جدتي. حينها دفعني فضولي لمعرفة ما هي هذه الهدية، فتواريت في غرفتي بسرعة وبادرت لاستكشاف ما بداخل تلك العلبة المخملية الحمراء. صرخت وخيبة أمل تعلو وجهي، ما هذا؟ عقد رخيص من خرز أبيض؟ عندها اهتز العقد اهتزازا عنيفا وصاحت بي أكبر خرزاته: أتقول عقد رخيص؟ ألا تدري كم يساوي هذا العقد أيها الفتى؟ رحت أفرك عيني غير مصدق لما سمعته ورأيته. خرزة تتكلم؟ أنا لست خرزة، بل أنا ديوان أجمل اللآلئ وأغلاها. أولا تعرف أن اللؤلؤ له مكانة خاصة بين الحلي؟ ألم ترى كيف تتزين به العائلات الملكية والطبقات النبيلة وتتفخر بامتلاكه؟ سأريك الآن كيف يتم اصطياده حتى تتعلم قيمة الأشياء الثمينة ولا تستخف بها مرة ثانية. وفي غمضة عين وجدت نفسي ملقا على ظهر مركب كبير وحول الكثير من الرجال الذين يستعدون للأبحار، بينما زمرة من النسوة والأطفال يقفون بعيدا على ساحل البحر مودعين أهلهم بقلوب حزينة وعيون باكية. سألت بكثير من الخوف: إلى أين أخذتني يا جوان؟ لتجيبني بحماسة: أخذتك إلى زمان مهنة الغوص لترى كيف يعمل الجميع بجد واجتهاد منذ بزوغ الفجر حتى مغرب الشمس لمدة تمتد إلى 4 شهور، شهور الصيف الأربعة. صفعت على وجهي صارخا: يا ويلي، 4 شهور في البحر، وماذا عن حفل جلوتي، جلوة خالتي الليلة؟ لا تقلق، فالوقت هناك قد توقف، ولكي تعود إلى ذاك الزمان عليك أولاً أن تؤدي مهمتك هنا على أكمل وجه. هكذا ردت سجانتي بكل حزم.
حدث فارس نفسه: مهمة؟ ولم لا؟ فأنا الفارس المغوار، ولا بد أن تكون جيوان قد أعدت لي مهمة خطيرة. ترى هل علي قيادة المركب أم حمايته من القراصنة؟ بعد ذلك صح رجل ذو هيبة ووقار بالبحارة، حاثا إياهم على التجديف للوصول إلى موقع الهيرات بأسرع وقت ممكن. يبدو أن هذا هو قبطان السفينة، أليس كذلك؟ هزت جيوان رأسها موافقة: أجل، ويسمى بي النوخذة. أما الهيرات فهي موطني، أعني أنها مغاصات اللؤلؤ التي يتم منها اصطياد اللآلئ النفيسة. ومع اشتداد حرارة الجو وضربات سياط أشعة الشمس اللاسعة، ظننت أن البحارة ستخف عزيمتهم ويقل حماسهم، لكنهم فاجأوني ببقائهم أقوياء صامدين تزيدهم مواويل وأهازيج مغني السفينة، أو النهام كما يدعون، عزما وإرادة. وصلنا أخيرا إلى عرض البحر، فرمى البحارة المرساة بين أحضان الأمواج، ومعها الكثير من أحلامهم وأمانيهم. كان لكل واحد على ظهر السفينة مهمة يقوم بها، فهذا يدير دفتها، وذاك يعدل شراعها، وهذاك يرتب حبالا طويلة جدا، وذاك يطبخ لطاقم السفينة، وآخر يصف أدوات الغوص، وأنا ما زلت حيرانا في أمر مهمتي. وبعد أن رتب رئيس البحارة المجدمي الرجال، راح قسم منهم يضع السلال على رقابهم ويقيدون حبالا وأثقالا في أقدامهم، ثم اصطفوا على جانبي المركب واستعدوا للقفز إلى حضن البحر. قالت جيوان: انظر يا فارس، هؤلاء هم الغواصون الذين يغامرون بحياتهم ويغوصون لقاع البحر مواجهين الأخطار والأهوال، كخطر الغرق وهجوم الجراجير وشكات قنافذ البحر المؤلمة. صحت متعجبا: يا للمساكين، كل ذلك من أجلك أنت وأخواتك الدرر يا جيوان. وبعد أن تأملت أجسادهم الهزيلة وظهورهم العارية المصبوغة بالسمار، سألت: ولكن إن كانوا غواصين حقا، فأين هي أنابيب الأكسجين التي تساعدهم على التنفس تحت الماء؟ أنا لا أراهم يحملون شيئا على ظهورهم. أنت لن ترى شيئا على ظهورهم، ولكنك بالتأكيد لحقت شيئا على أنوفهم. حدثتني تلك الأداة التي تشبه مشبك الغسيل، وواصلت: أنا اسمي فطام، وأساعد الغيص على كتم نفسه لأطول مدة مع كل غطسة، وأحرص على منع الماء من دخول أنفه. وفي هذه الرحلة الغريبة جداً، لم يكن غريباً أبداً أن تقوم بقية أدوات الغوص بمخاطبتي هي الأخرى. يا ترى ماذا ستخبر الأدوات فارساً؟ وهل ستعلمه كيف يتم اصطياد اللؤلؤ؟ تابعونا في الحلقة القادمة. عودة لكم من جديد مشاهدينا. إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقدم حزمة من التسهيلات للتجار والمستوردين أو من ينوب عنهم في ظل الظروف الاستثنائية اللي تمر بها مملكة البحرين. وبالتأكيد طبعاً حرصت الإدارة على استمرار تقديم خدماتها على المحافظة على سلامتهم والإلقاء الضوء أكثر حول هذه الخدمات. يسعدنا يكون معنا السيد علي شبر جواد مدير إدارة الفحص والمقاييس. صبحك الله بالخير، يا اهلا ويا مرحبا الله فيك. بالنور وشكرا جزيلا على هذا الاستضافه. طبعا في البدايه استاذ ممكن نرحب فيك اول شيء، وثاني شيء ممكن تعطينا نبذه عن الاداره بشكل عام. طبعا اداره الفحص والمقاييس هي عباره عن نتاج دمج ادارتي فحص المعادن والاحجار الكريمه سابقا واداره الفحص والمقاييس بحسب اخر تشكيل هيكلي لوزاره الصناعه والتجاره والسياحه.
تتألف الإدارة من أربع أقسام أساسية. طبعاً عندنا في البداية مركز فحص المعادن أو قسم فحص واسم المعادن، وهو المعني بالرقابة على منتجات أو المجوهرات والمصوغات سواء المستوردة أو مصنعة في مملكة البحرين، بفحصها وإعطاها اللي هو الخاتم الرسمي لمملكة البحرين للحفاظ على سمعة الذهب البحريني والمجوهرات في مملكة البحرين. القسم الآخر من الإدارة طبعاً هو قسم رقابة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. الدور السابق لهذا القسم كان هو فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، ولكن مع انتقال خدمات القسم إلى مختبر إلى معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة أصبح هذا القسم يقوم بالدور الرقابي على 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 على, على السوق المحلي، إضافة إلى الرقابة على المختبر المصرح له بأعمال الرقابة. وهذا القسم قاعد يقوم بدور كبير جدا في المحافظة على السوق البحريني وأمان المنتجات الموجودة فيه طبعا من المجوهرات والمعادن الثمينة. القسم الآخر أو الأقسام الأخرى طبعا القسم الآخر عندنا اللي هو قسم تطبيق المواصفات وضمان الجودة، وهذا القسم معني بالمواصفات بشكل عام وتطبيقها ومدى مطابقة المنتجات من حيث الأمن ومن حيث السلامة والأمان والكفاءة بالمنتجات بمختلفها، إضافة إلى عملية تطوير المواصفات واستصدار اللوائح والتشريعات الخاصة فيها في مملكة البحرين. القسم الأخير هو قسم المترولوجي أو اللي هو المختبر القياس الوطني أو المترولوجيا القانونية، وهو دوره هو الرقابة على أجهزة القياس. نحن نتكلم هنا عن أوزان، عن أطوال، على 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 كتل، ومدى مطابقتها الى الى الى, إلى, إلى الاشتراطات واللوائح الفنيه المعمول فيها في مملكه البحرين. هذا باختصار الاداره. جميل. يعني استاذ لو بنتكلم عن ما هي دور اداره الفحص والمقاييس في عمليه خلينا نقول تنظيم استيراد المنتجات خلينا نقول عبر المنافذ الجمركيه في مملكه البحرين. طبعا هو دور رقابي بحت، دور رقابي بالدرجه الاولى. نحن نعمل مع نعمل على مطابقه او خلينا نقول مراقبه هذه المنتجات. لدينا منتجات او سلع اساسيه تتلخص مثلا على سبيل المثال السيارات وإطاراتها، الأجهزة الكهربائية، لعب الأطفال وغيرها، قائمة طبعا طويلة تتكون من 15 منتج، واحنا جايين نتوسع أيضا في تطبيق هذا على هذه المنتجات من حيث مطابقة هذه المنتجات إلى الاشتراطات اللي هو المنصوص عليها في اللوائح، وتتلخص مثل ما ذكر سابقا في التلخص في سلامة هذه المنتجات، مدى كفاءتها، الأمن والأمان. هو هذا اشتراط القوانين بالضبط، مطابقتها مع الاشتراطات والقوانين المعمول فيها، بحيث ان احنا نضمن ان عدم انسيابيه اشياء رديئه الى السوق المحلي من خلال رقابتنا على هذه المنتجات. ممكن تكلمنا عن هذه الاجراءات، الرقابيه اللي تقومون فيها في الاداره؟ طبعا الاجراءات الرقابيه اللي نقوم فيها في الاداره في عندنا نوعين من الاجراءات. هو اجراء خلينا نسميه اجراء قبلي، وهذا يتلخص في الإجراءات المقدمة من خلال المنافذ الجمركية طبعا بالتعاون مع الزبلاء في شؤون الجمارك. هو هناك منظومة عمل موحدة للأجهزة الحكومية في المنافذ الجمركية. نقوم باستقبال مثلا طلبات اللي هو استيراد هذه الشحنات او هذه المنتجات ومطابقتها مع الاشتراطات واللوائح المعمول فيها في مملكة البحرين، ومن ثم الإفساح عنها في السوق المحلي. المرحلة الأخرى اللي احنا نتكلم عنها اللي هي ما بعد دخول هذا المنتج إلى السوق المحلي، بعد نفاذه إلى الأسواق، هناك في عندنا نقوم بالمسح الميداني او نسميه احنا ماركت سيرفيلنس على هذه المنتجات، والتحقق ايضا للتحقق من عدم نفاذ مثلا بعض المنتجات اللي قد تدخل الى السوق المحلي وقد تكون غير مطابقه الى المشترطات فيتم سحبها من 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 السوق. جميل. رقابة قبلية ورقابة بعدية. جميل. يعني استاذ ذكرت يمكن عن المنتجات اللي يمكن تقومون بمراقبتها، لكن نبي نتكلم اكثر عن هذه المنتجات بشكل تفصيلي اللي تراقبها الإدارة في هذا الشأن. طبعا لدينا قائمة كبيرة من هذه المنتجات، ممكن انا اصنفها مثلا في 15 منتج بطرازاتها والاشياء اللي تندرج تحتها. نحن هنا نتكلم عن السيارات وإطاراتها، الدراجات النارية وإطاراتها، الأجهزة الكهربائية المنخفضة الجهد بطرازات غير يعني محددة أيضا كثيرة. نتكلم عن لعب الأطفال، نتكلم عن نتكلم عن الزيوت، نتكلم عن الإسمنت بنوعي الإسمنت العادي والإسمنت البورتلندي الأبيض، نتكلم على
على الأجهزة على أجهزة الوزن والقياس، يعني قائمة طويلة قائمة طويلة من المنتجات. أستاذ خلينا نتكلم عن اختلاف بين الإجراءات قبل كورونا وبعد كورونا، شلون صارت؟ طبعا هاي التجربة مميزة إلى الإدارة، طبعا هو هذه الفترة جعلتنا في تحدي بحيث ان احنا نقدم تسهيلات الى المجتمع التجاري، الى قائمة المستوردين او من ينوب عنهم، بفضل توجيهات طبعا اللي هو القيادة الرشيدة وعلى رأسهم جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء سمو ولي عهد حفظهم الله ورعاهم طبعا، اضافة الى توجيهات القيادة العليا في الوزارة، كان لدينا تحدي بحيث ان نقدم هذه التسهيلات خلال هذه المرحلة. كان في السابق الإجراء خلنا نقول روتيني، مثلاً روتيني يتطلب حضور التاجر أو من ينوب عنها أو المخلص إلى مكاتب الإدارة في المنافذ الجمركية، تقديم الأوراق بالطريقة الروتينية الاعتيادية، النظر فيها، الدوام أثناء خلال الدوام الرسمي لا أكثر، ويعني كان هو الإجراء روتيني. ولكن تماشياً مع خلال مع هذه المرحلة هناك مجموعة من الإجراءات التي تم تقديمها أو التسهيلات. على سبيل المثال أصبح الفسح بشكل إلكتروني، هناك مثلاً هناك حساب إلكتروني وهناك حساب إلكتروني خاص بالإدارة نتلقى فيه الطلبات، طلبات الإفساح عن هذه الشعنات ويتم مطابقتها والبت فيها بشكل مباشر. أصبح عدد المراجعين إلى المنافذ الجمركية إلى الإدارة أصبح صفر خلال هذه الفترة، يتم التعامل بشكل إلكتروني بالدرجة الأولى. هناك ايضا خط ساخن تم تدشينه خلال 24 ساعه يستطيع من خلاله التاجر او من ينوب عنه التواصل مع المختصين مع الفنيين في الاداره وتوجيهه الى الاجراءات التي يجب القيام بها. يعني فهو يعني خلال 24 ساعه طوال ايام الاسبوع ممكن الى صاح الى 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 صاحب الى صاحب التاجر او صاحب المنتج التواصل مع المختصين في الاداره. ايضا عملنا مع الزملاء في اداره في شؤون الجمارك الى اليه اللي هو الافساح المسبق عن الشحنات، يتم ارسال الاوراق او المستندات الخاصه بالشحنه الى 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 الاداره والبت فيها بحيث انه يكون قرار الفسح يكون قبلي يكون جاهز. يكون جاهز بمجرد وصول الشحنه الى مملكه البحرين، عمليه الافساح تتم بشكل سهل وميسر. ايضا شاركناهم في برنامج اداره المخاطر بحيث انه هو تقليل اللي هو فتح الحاويات او اخذ العينات منها بحيث انه بعد يتم التسهيل على 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 التجار او من ينوب عنهم. ايضا هناك منظومه اللي هو قائمه البيضاء احنا شاركنا فيها مؤخرا مع الزملاء في اداره في شؤون الجمارك، بحيث ان هذه القائمه بحيث يتم تصنيف التجار اللي موجود عندهم مثلا معاملاتهم سليمه وصحيحه مكتمله مع جميع الاجهزه الحكوميه ذات العلاقه بحيث انه يتم الافساح عنها بشكل سهل وميسر. يعني اكيد تشكرون على اللي قاعد تقدمونه في هذه الاداره في وزاره الصناعه والتجاره والسياحه، يعني فعلا انتم تهني تحمون المستهلك وتحمون التاجر من خلال صحيح. الجهود اللي قاعد تقدمونها جهود كبيره خصوصا في هاي الفتره ايمان الكورونا، يعني اكيد صح مجهود جبار. نشكرك على حضورك سيد علي، على حضورك ونتمنى لكم التوفيق ونورتنا اليوم. الله يخليك، يعطيك العافيه. الله يسلمك. طبعا التداوي بالاعشاب مشاهدينا، الاعشاب المائيه مهنه وحرفه قديمه، واحنا في البحرين ما نسينا هذا الطب الشعبي وما توقفنا عنه لحد اليوم، وصرنا من اهم المصدرين له على مستوى الخليج. الزميل عبد النبي الجردابي عد لنا هذا التقرير، نتابعه وراجعين مع بعض. بين الصناعات الحديثة وبين الصناعات القديمة والعشبية لا زال الشارع البحريني يحافظ على أصالته وعراقته، وفقرتنا لهذا اليوم راح تكون في مصنع الجسر للمياه العشبية والمقطرة. خلونا نتابع مع بعض شلون هذا المصنع وشنو مكوناته وعملية سير الإنتاج فيه. صناعة المياه الممزوجة بالأعشاب والمواد الطبيعية صناعة تقليدية قديمة توارثها الآباء من الأجداد حتى الأحفاد واستمرت ليومنا هذا. طبعاً نجلب الأعشاب، عندنا مخازن مكيفة، طبعاً ناخدها ونغسلها
وبعناية وتتعقم، وبعد التعقيم تروح إلى مرحلة الطبخ تتقطر. بعد مرحلة الطبخ تروح إلى قسم الخزانات، بعد قسم الخزانات تروح إلى البسترة. البسترة وظيفتها أنها تعقم المنتج. بعد البسترة تروح إلى جهاز التعبئة اللي هي الماشين، الغراش تعبيهم. طبعاً قبل التعبئة لازم الغراش بعد تتعقم، وبعد التعقيم تروح إلى قسم البيكينج. ناخذ عينات إلى قسم المختبر الداخلي إلى الشركة، يقومون الخبراء بتحليل المنتج، يضمنون سلامة المنتج خالي من البكتيريا، يتأكدون من العناصر اللي موجودة بالماء. بعد هذه المرحلة تخضع إلى وزارة الصحة. فوائد عديدة بمواد طبيعية وبوصفات متنوعة حازت على الموافقة الصحية، وقبلها حازت على رضا الناس بجميع طبقاتهم وبمختلف الأعمار. لكل منتج فوائد مختلفة تناسب جميع الأعمار، سواء من الرضاعة حتى كبار السن. عندك مثل اللقاح، المرقدوش، النعناع، الزمودة وغيرها. لو جينا مثلا لماء اللقاح، هو الأكثر شهرة في البحرين، فهو مفيد حق دقات القلب، منظم لدقات القلب والدورة الدموية. المياه العشبية تراث حافظ عليه آبائنا حتى يوصلوه لجيلنا، وإحنا بدورنا صار لازم نحافظ عليه ونطوره ونقدمه لأولادنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، أكيد نشوفكم يوم الأحد، وهابي ويكند. هابي ويكند عشان مخرجنا، لأنه دائما يقول هابي ويكند. باي باي.